يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسين، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسين، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 24 بعد 200. يا حسين، البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. أسئلة وأجوبة، عنوان حلقاتنا المتبقية من هذه المجموعة. هذا هو الجزء الثاني من جواب السؤال الأول. السؤال الأول مضمونه يدور حول الأحاديث التي يبدو منها أن محمدا وآل محمد يحتاجون إلى دعائنا وإلى صلاتنا عليهم، لأنها ستكون سببا في تكميلهم، وهذا يعني أن نقصا يعتري مقاماتهم. هذا هو مضمون السؤال. عرضت بين أيديكم نماذج من زيارات، أدعية، روايات
في هذه الأجواء. وبعد ذلك حدثتكم في ثلاث جهات: الجهة الأولى عرضت لكم صورة من سيرتهم العملية في مواجهة هذه الموضوعات، وقمت أيضا بعملية عرض جزئي خاص لبعض من هذه الأحاديث على الكتاب الكريم، وطبقت في الجهة الثالثة قاعدة المحكم والمتشابه في أحاديثهم، وعرضت تلكم الروايات التي هي متشابهة على نص محكم واضح الإحكام، إنه الزيارة الجامعة الكبيرة. ووعدتكم أن أكمل الجواب في حلقة اليوم كي أقوم بعملية عرض كلي تفصيلي على الكتاب الكريم، وهذا ما سأقوم به في هذه الحلقة. في البداية لابد أن أحدثكم بشكل سريع عن بعض قواعد التفهيم العلوي، عن بعض قواعد التفسير العلوي. وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير، مثلما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله: هذا علي يفهمكم بعدي. سأبدأ من قاعدة المحكم والمتشابه، وقد قرأت عليكم الرواية في الحلقة الماضية. هذا هو الجزء الأول من عيون أخبار الرضا لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، والطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 261، الحديث 39 بسنده، بسند الصدوق، عن أبي حيون، عن أبي حيون مولى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، خادم الإمام الرضا، يحدثنا عن إمامنا الرضا: من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال إمامنا الرضا: إن في أخبارنا، في أحاديثهم، إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا. لا أعيد قراءة الرواية عليكم، لأنني قد قرأتها عليكم في الحلقة الماضية، وقمت بتطبيق عملي حيث أخذت المضمون العام للروايات التي اشتملت على معنى متشابه، وقمت بعرض ذلك المضمون على نص محكم في غاية الإحكام، هو القول البليغ الكامل المروي عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه: إنها الزيارة الجامعة الكبيرة، دستورنا
الشيعي العقائدي. هذه القاعدة الأولى من قواعد التفهيم، من قواعد المنطق العلوي في التعامل مع قرآنهم وحديثهم. فقاعدة المحكم والمتشابه تجري على القرآن، حيث نعود بمتشابه الآيات إلى محكمها، وكذلك نعمل بها في أخبارهم وأحاديثهم، حيث نعود بمتشابه الأخبار إلى محكمها. وصلنا إلى فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب مدينة لندن. نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم.